رح يجي زمن هيك يكونوا يلتقوا هالكبار كلهم هيك سوا، ما بعرف ما بعرف. شي مرة مرقت بهيدي الحالة حسيت قلت يا ريتني ما فت على هيدا الجو، ويا ريتني أبداً ما كنت موجود بهيدا الجو؟ لا بالعكس، ما في شي ولا مرة هيك أبداً كان قاسي عليك؟ أكبر سعادة إلي لما أوقف على المسرح وطلع الناس أو أقدم عمل حلو والناس تحبه، سعادة لا توصف. انك انت عم تقدري تقدمي عمل للناس عم بتحبه، وتقدروا انت تقدمي بسمي للناس، تقدمي هيك فرحة كتير فيها سعادة، فيها مردود يعني هيك انه قدمت السعادة للناس، مردود معنوي يعني. ايه طبعا. وهيك مشجع على انك تكفي وتكفي بعد اكتر واكتر. اكيد اكيد. زقفت العالم ولا مرة هيك خلتك تفقد اتزانك؟ لا أبدا بالعكس، بتعطيكي قوة أكتر. يعني أول دقيقتين بيطل فيها الفنان على المسرح، أول ثلاث أربع دقايق بتطلي فيها، يبقى عنك من جوا في متحفزة خائفة إلى حد ما. كل الفنانين الأصيلين بيقول لك إذا ما كان هيك يعني أنت مش فنان، إذا ما في خوف. أي طبعا. إيه بك تطلع بهالرهبة لما أول ردة فعل من الناس تعطيك الشجاعة أكثر وأكثر، ترتاح بقى وارتاح أنه بتعطي بقى. والمسرح يعني هلا بتسجل الغنية وبيحبوها بعد الناس اللي عم يسمعوها من خلال إذاعة أو تلفزيون، بس المسرح ردة الفعل دغري بتجيكي من الناس، يعني مباشرة بينك وبين الناس. وهاي الأعظم. هاي الأهم. هيدي بتصير يمكن أكتر شيء بتحسه هيدا التفاعل، حسيته بكل المسرحيات اللي قدمتها. أكيد هيدا التفاعل اللي أكيد. بيكون من قبل الناس. أكيد بيختلف كان هيدا التفاعل ما بين مسرح العاصي ومنصور وما بين مسرح زياد؟ لا نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. يعني المهم أنت شو عم بتقدمي وشو ردة فعل الناس نحوك، كيف عم بيتفاعلوا معك. كانت تقريبا هي ذاتها، ومع زياد أكتر. ليش؟ لأنه نحن كنا الأبطال. يعني أنا بطل المسرحية. مش مثلا أنا ثانوي العمل. ما كانت أهميته لزياد أو يعطي الأهمية أكتر لجوزيف صقر بالمسرحيات؟ جوزيف استمر معه أكتر. أنا عملت عمل واحد مسرحي أنا وزياد بس، والتاني ما عاد اشتركت معه من لانه راح صوب السياسة مثل ما كنت عم تقول. قبل شوي راح السياسة، انا ما اشتغلت معه، ما عاد اشتغلت. ماضي الكونترا وبعضه موجود عندي، بس قلت له ما بدي. وقال لي انا عامل الاغاني لصوتك مثل حدا من اللي بيعزونا وحالف لو شو ما صار. هاو كانوا لنزل السرور. كان في مثلا انا اللي عليكي مشتاق، كانت حالف لو شو ما صار انا بدي غنيها، ما كانوا موجودين لجوزيف صار. لما انا رفضت قال لي خلص خد الأغاني سجلون أنت وما بدك تشترك أنت حر. نعم. ما اشتركنا مع عمل مسرح يعني. مشان هيك استمر جوزيف معه بالمسرح. صار يعني أنا بعتبر حالي مش ممثل. أنا مش دارس تمثيل. أنا إذا بدي مثل على أساس التمثيل يخدم الغناء عندي. أنا مغني. بدي غني. بحب غني. يعني التمثيل عندي ما بقى يعني مش تقنه. وانا الشغله اللي مشتاق انا 100% ما كتير بحب اعملها، بعملها من خلال هالعمل انه عم بقدم ما بحكي. بس تمثيلك لا باس فيك. لا باس. ايه بس مني يعني. كان عندك ملاحظات على حالك؟ ايه اكيد. اكيد كمان كتير نتدرب وكذا لحتى يعني نطل بالشكل اللائق. ملاحظات زياد لما كانت تنعطى لإلكم كانت تكون قاسية ولا كيف؟ لا هلا هي قلت لك في محبة. في محبة، ما فيش داعي للأساوي يعني. فكانت انه لا هايدي مش حلوة هون عمول هيك هيك هيك، يعني كنا نتشاور عطول في هيدي المشاورات. طبعا ضروري. ضروري يكون في تشاور لحتى تقدري تقدمي عمل متكامل. كيف ملاقى لبنان اليوم؟ لبنان؟ حرام لبنان. لبنان اللي تمنوا يسيجوه بورد وزنبق وفل وكذا، شوفي بشو مسيجينه هلا وشو عاملين بقلبه. ما بعرف يمكن إذا بيرجع عاصي وبيشوف هلا هيك بيموت موتين.
بعدك بتقله غالي غالي يا وطني الغالي؟ هو بده يضل غالي عندي أنا أكيد، غالي كتير مش شوي، بس يا ريت القيمين على هالوطن يكون غالي عندهم مثل ما هو غالي عنا كفنانين وكمواطنين كمان. المواطنين طبعا، وانا بصوبة الفنان اللي عم بيقدم عمل للناس يعني. مواطنين كتير اكيد، في ناس كتير بتحب لبنان محبة، والدليل لو ما هيك يمكن ما بقي حدا هون، لانه اللي عم بيصير شيء مش طبيعي عن جد. شو اللي صاير عنا هلا يعني؟ شيء عصفورية يعني، وبعدنا معلقين بهالبلد نحن وولادنا. ما في حدا بتشوفي المغتربين من اخر الدنيا بيجوا اهلهم هون وبيبعث، كيف عايش هالبلد لو ما المغتربين يعني بيبعثوا لاهاليهم لهون؟ اولادك بيعني لهم لبنان؟ هلا ولي ابني هون وجايب اولاده صغار، كل سنه بيجوا، كل سنه بالرغم هلا من الظروف اللي عم نمرق فيها لبنان. ليكن هون هلا هني هون، هو ابني واولاده هلا هون، هذا شادي صغير، هذا فيروز سمته وقربه وديع الصافي. السيدة فيروز سمت لك ابن ابنها شادي؟ كنا عم نقدم يعيش يعيش. وقالوا لي تلفنوا لي، قالوا لي يعني اجاك صبي عم ضيف حلو. طلعت ست فيروز قلت لها، قلت لي شو؟ قلت لها اجينا صبي، كنت بدي اسميه داني يعني، سمى ابنه هو داني. داني. فقلت لي شو بك تسميه؟ قلت لها داني. قلت لي لا سميه شادي. قلت له خلص شادي، سميته شادي. حلو. وعرابه الأستاذ وديع صافي. نعم، عبالي اسمع غالي غالي يا وطن الغالي. يلا هاي دي أحلى هدية بتكون. دهنا يا وطن بالشوق غالي، دهنا يا وطن بالشوق غالي، الحنين مكسروا بالصدر غالي. ومهما مهما يكون حب الهجر غالي، إذا ترابك نده نحن الجواب. يا هلي يا هلي يا هلي غالي غالي يا وطني الغالي، مزنر خصرك بالدمار. وعالي عالي يا جبين العالي، مكلل بسيوف الغار. غالي غالي يا وطني الغالي، مزنر خصرك بالدمار. وعالي عالي يا جبين العالي، مكلل بسيوف الغار. صوتك عطر ببعيد والعطر تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح. صوتك عطر ببعيدي والعطر يفوح، تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح. اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديدي. اسمك أحلى وبيرق مجدك بلالي، بيكتب مجدك بالنار. غالي غالي يا وطني الغالي، مزمر خسرك بالنار. غالي غالي يا وطني الغالي، مزمر خسرك بالنار. عالي عالي يا جبين العالي، مكلل بسيوف الغار.
تندهنا وفاتح بابك يا باب العيد وكتاب الحب كتابك. استاذ مروان محفوظ عم نسمع غالي غالي يا وطني الغالي. قلت لي هيدي المسرحيه مع ملكة جمال الكون جورجينا رزق سنت عملناها بال 75 قبل ما تبلش الاحداث، عملناها عرضناها باستراليا للمغتربين. هي قصه بتحكي عن بلد ما كان فيه ربيع، بتخلق بنت حلوه كثير، يعني معقوله القصه كاتبها الاستاذ غسان مطر الشاعر الكبير، انه بتخلق بنت حلوه بمدينه وبيخلق مع الربيع الاسطوره يعني هيك بتقول. فمن خوفهم أهل المدينة عليها أنه ما يفل الربيع من عندهم بيحبسوها بوردي. أف شو حلو. وبصير تطل بكل عام بعيد الربيع بتطل وبيعملوا احتفال. بإحدى الاحتفالات جاي أمير شاعر على هالبلد، شافها وشفته غنالة ورقصت على غني وانغرموا ببعضهم، وهو معه كان خاطب، ترك خطيبته وسرقه وفله إياها على الغربة. بعد سنة حن للوطن، هاي عم نقدم للمغتربين يعني الحنين للوطن كيف لازم يرجعوا كذا. بتحاول هي حتى ما ترجع على الوردي والحبس كذا، بتتغري وهذا ما بيقتنع، بيغني سرقني الزمان وسرقني المدى واللي كان وأهلي صاروا ما حدا. وبعدين بيغني غالي غالي يا وطن للغالي، وبيرجعوا على الوطن وبيرجع بيعملوا سهرية وبترجع هي على هيك. القصة كتير حلوة ومعمولة لشخصية جورجينا وجمال، لأنه طلعت هي سنة 72 ما هيك ملكة جمال العالم صحيح الكون، قدمنا العام 75 يعني تحضر من 74 وقدمناه، رجعنا على أساس بدنا نقدمه ببيروت، كانت بلشت الأحداث وهدوا الفنادق الشبيبة الطيبة. رجعنا تاني سنة 76 عرضناه بالكويت ومصور فيديو. كيف كانت الوقفة قدام هالقد جمال؟ جورجينا رائعة، إنسانة حساسة كتير ورائعة وبتقدر يعني بتحب الفن، وكانت المسرحية بنشوف مين لحن فيها، زياد وديع وفيليمون وعزار حبيب وبشارة الخوري ابن الأخطل، ابن الأخطل الصغير، وسلوى أخته العاصي أمه بتكون. هلأ هو عايش بأوروبا فنان كبير عبد بشارة، بشارة الخوري. هاو كانوا ملحنين، والشعر كان للشاعر الكبير غسان مطر. هذه المسرحية أخذت حقها؟ لا، لأنه ما انعرضت بلبنان. ما انعرضت بلبنان، كان المخطط أنه تنعرض بلبنان، مش بس أنه هوليداي إن بسنشارل كان في صالة حلوة كتير جديدة، كانت حكي معهم جورجينا ورجعنا، كان هاد سوق سرسو وبلشوا بالفنادق وما عش قدرنا، رحنا قدمناها بالكويت تاني سنة وراحت القصة وما عدنا. بس تنزل على هديك المطارح، بس تتجول بهديك المطارح اللي غنيته وبدعته فيها، برجع هيك سؤال هالحنين، ترجع اللحظة هيك بتذكرك بالأيام، تغيرت كل المعالم كلها، كتير معالم تغيرت في كتير كتير مش شوي. عم تطلع على المراجات؟ أوقات يعني بنعمل لهم حفلات، أوقات مثلا وقت اللي كانوا بدو يعملوا مثلا صالون للكنيسة. منطقتك مسقط رأسك، ضيعتي أنا بحبها كتير، وبقول دايما أنه من عنا إذا الطاقة الصافي بتوقفي هيك على تل معيني بالمراجات بتشوفي من سد القرعون لحدود بعلبك، سهل بقى قدامك سجادة حلوة، مشهد جميل، نعم، جنات عمد النظر ما بينشبع منها نظر. مؤخرا سمعنا ترنيمتين لإلك، ترنيمة يا عضرة غطينا بشارك، أنا والحبيبي صديقة جونفيير يونس هذه حبيبة قلبي بوجه لها تحية. الكلام كان للأب جوزيف دكاش، اللحن كان للأستاذ إلي شويري، نعم، وأيضا ترنيمة مار يوسف. هول الترتيلتين بس لألك ولا رتلت أكتر من ترتيلة؟ في ترتيلة للبابا عملناها لما إجا أول البابا بنديكتوس، بابا يوحنا بولس، رجعناها لبنديكتوس بس عملناها قبل يوحنا، ورجعت جددتها لما إجا البابا بنديكتوس.
كمان لأبونا جوزيف دكاش حبيبي بوجه له تحية، هذا كتير صديق وعزيز غالي علي كتير. ولحنا الأستاذ وديع الصافي كمان. يعني لحن وديع الصافي ولحن إلي شويري بالترتلتين يلي بالترتلتين تبع مار يوسف والبابا أستاذ وديع اللي أنا وجون فييف كانت لإلي شويري حبيبي. يعني ما بخلت حتى على ربنا بصوتك، ما بخلت عليه. لا ومتمني هلأ أني أقدم بعد أكتر وأكتر. يعني رح ننطر منك المزيد بإذن الله. نعم. يعني اليوم رح تتركنا على أي وعد أستاذ مروان محفوظ؟ على وعد تلاقي بأعمال تليق فيكن وفينا، وتلاقي المحبة دايما. يعني الوعد دين أكيد رح نكون ناطرين، بس تطلبيني تجديني. أهلا وسهلا فيك. إذا كنت بلبنان أكيد نحن نتمنى لك دايما التوفيق وضلك بصحتك وضلك تعطينا هالأعمال الحلوة والصوت الحلو يلي بعد ما فقد ولا شيء من جماله، من صفائه، من الحمد لله. كيف عم ضلك تشتغل على صوتك ليضل هالقد حلو؟ يعني تمارين، وأنا بديري مثلا ما بيكل حر، ومقالي ما بيكل كثير، بنام منيح، ما بتشرب، ما بت شرب بلا بس انما قليل يعني بالمناسبات يمكن ايه على المناسبات وبدون ثلج. بتضلك هيك عامل صيانه لحافظ عليه لانه انا خسرته 12 سنه. راح عندي مشكله كبيره كانت والحمد لله تجاوزناها. نعم ان شاء الله ما بتنعاد ابدا وضل هيدا الصوت صوت حلو موجود. شو بدك تقول للمستمعين يلي كانوا كتار؟ انا اول ما بلشت بالبروموشن الكل هيك فرحوا انه مروان محفوظ رح نسمعه عم يحكي، رح نسمعه باللقاء، رح بيخبرنا. شو بتحب تقول لهم للعالم اللي كانوا ناطرينك اليوم؟ بنبسط انه قدرت نقدم انا وياكي هيك، يعني لانه بسمي صغيره للناس ان شاء الله يكونوا حبونا يعني، وتمنى لهم دايما السعادة وتتغير هالأحوال ويرجع لبنان هيك لجماله لمهرجاناته لهالمحبة اللي كنا عايشين فيها. بتمنى هيك السعادة الدايمة للناس يا رب والصحة. نعم ونحن نتمنى لك الصحة والحضور الدائم بيناتنا. نحن رح نودعك على أمل اللقاء إن شاء الله، إن شاء الله قريبا بأعمال جديدة وبلقاءات جديدة. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ مروان محفوظ.